السلام عليكم. احنا النهاردة ان شاء الله هنكمل الجزء الاخير في البايبلاين سيستم. بعد ما بدأنا نتكلم على مشاكل البايبلاين والسبيسيفيكيشن بتاع البايبلاين، دلوقتي قبل بقى ما نقفل الجزء ده ونخش، عشان نخش على الاسبوع الجاي ان شاء الله، نخش على البومبس وانواعها ومشاكلها. في حتة ريكومنديشن كده في الديزاين والانستليتنج اوف البايبلاين سيستم. بعد ما بنعمل الديزاين بتاع البايب لاين، شويه بوينتس كده عايزين ناخد بالنا منها. اثناء الانستليتنج بتاع البايب بيفضل ان لو عندي كذا بايب لاين، لما نيجي نحط البايب لاينز نحطها بارل تو ايتش اذر، يعني اخلي البايب لاينز هنا بارل، ده الافضل طبعا اخليهم بارل، ومعاهم بقى ممكن يكون جوه البايب لاين سيستم كذا رايت انجل بنز، على اساس ان البايب لاين زي ما قلنا الطول بتاعه محدود ويبقى ستاندرد، فبيتوصل بجوينتس وفيتنج، هنشوفها ان شاء الله في اخر سلايد اوريكم شويه جوينتس كده. فيفضل اولا ان اللاينز لو عندي كذا بايب لاينز احطهم بارل تو ايتش اذر. تاني حاجه بقى، لو السيستم بتاعي اللي هو الفلويد اللي بيتحرك انسايد البايب لاين احتمال يحصل له كلوكينج، في فاولينج، في سكيلز، في سسبنشن سوليدز، احتمال ان هو يتسد او يحصل انسداد البايب لاين، لازم اعمل بروفيجن يعني فاسيليتي علشان تسهل لي ان انا اقدر اعمل افتح البايب لاينز دي واعمل كليننج ليها. يبقى لو حصل انسداد للبايب لاين whatever بقى حسب نوع الفلو، لازم يبقى عندي فاسيليتي او بروفيجن عشان اقدر اعمل كليننج للسيستم. بيعملها ازاي البروفيجن ده؟ بيقول لي في حالات الكريتيكال لوكيشنز، يعني موجود في مكان خايف يحصل له انسداد بتاع، لا يفضل ان انا استخدم القلب، غير القلب بحاجه اسمها اليونيونز او فلانجد او تيز او الكي، يعني خلاص. ليه؟ لان الاشكال دي بيبقى ليها اكسترا اوبننج، عارفين ما تكون الوصله ثلاثيه، يعني فلويد بيعدي من هنا ويطلع من وصله الناحيه الثانيه، بيبقى عندي وصله هنا ثالثه ثلاثيه، الوصله الثلاثيه دي الاكسترا اوبننج بيبقى مقفول خلاص. ففي بعض الاحيان ان بفضل ان انا استخدم الالبوز او اشيل سوري الالبو واعمل سبستيوشن باليونيون او الفلانجة، علشان فيها اكسترا اوبننج بتبقى مقفوله زي القفله بالطبه، يعني بنسمع كده بالبلدي ان الماسوره دي مقفوله بطبه، الطبه اللي هي بتبقى لما تشيلها الفلو بتاعي يتحرك. في بعض الاحيان لما يكون عندي hazardous material، خاصة لو كانت بقى flammable, toxic, corrosion, volatile، اتجنب استخدامي للفلانجات او السكرو فيتنج. ليه؟ لان عملية الليكج في الحالة دي هتبقى خطيرة، هتحصل كارثة لو حصل ليكج للمواد دي من البايبنج سيستم. طب الليكج ممكن يحصل منين؟ ممكن يحصل اكتر، يعني probability of leakage ممكن يحصل حوالين الفلانجات او السكرو فيتنج. يفضل اعمل حسابي وانا بركب البايب لاين استبعد الجوينز دي، الفلانجات اللي بتربط ما بين البايب والتين، يعني هوريكم شكلها ان شاء الله، واللي اي سكرو فيتنج تبقى موجوده لان احتمال التسريب حواليها اكتر. طيب هنا بقى لو عندي جرافيتي فلوينج سيستم، يعني بايب لاين خلاص فيرتيكال الفلو بينزل بالجرافيتي، سايباه ينزل بالجرافيتي، في الحاله دي البايبس لازم تكون اوفر سايز، يعني اعملها بحجم اكبر شويه، وما يكونش فيها اقلل البندات اللي فيها على قد ما اقدر. ليه؟ لان انا بعتمد على نزول الفلويد هنا نزوله من بالجرافيتي. حضرتك لو في بند ولو الفلو ده كان فيه شويه سسبندد سوليدز هتعمل لك مشاكل، هتيجي عند البندان دي ويحصل لها اكيوميليتف وتتراكم، وبالتالي باي تايم هتلاقي ان البايبنج سيستم ده اتسد. فيفضل في حالة لو عندي فاولينج في الجرافيتي فلوينج لاينز خلاص احتمال كتير ان يحصل لي ترابل. فليه بيحصل ترابل؟ يعني انسداد لو انا ما خدتش بالي او ما مكبرتوش شوية، عملتوش اوفر سايز وحاولت ان انا اعمل افويد للبنز الموجودة. ليه؟ لان هي بتنزل البريشر هيد اللي على الفلويد ما اقدرش ازوده لان سبب ينزل بالجرافيتي، يعني ما عنديش حاجة تعملي بوشينج او بامبينج للفلويد انسايد الجرافيتي flowing pipelines خلاص. فاستبعد من الاول لو عندي سيستم بالمنظر ده، استبعد من البدايه خالص وجود اي بنز موجوده واعمله اوفر سايز، يعني مثلا لو كان هي محتاجه 2 انش
يؤدي البايب لاين مثلا في ديزاين انها محتاجاها تبقى 2 انش، لا اخليها 2.5 انش خلاص. اي بندات، بندات يعني حوادانات او اي بنس او البو او الحاجات دي اللي هي مكان ممكن يحصل تراكم للفاولينج او للسسبنشن او للسسبندد سوليد، اعمل افويد للمنطقه دي. طيب برضو اخلي بالي ان لو عندي فالفات، طبعا لازم الفالفات دي محطوطه في الفالف، اخلي بالي ان الليكج حوالين الفالف ده شيء متوقع، يعني اتوقع دايما حوالين الفالف ممكن يحصل ليكج. طيب اعمل ايه؟ مش هحطش فالف، ما ينفعش، لازم يتحط فالف. بنعمل كومبليت، لازم اعمل حسابي ان لو حصل ليكج اعمل كومبليت ستوب للفلو. تمام، الكومبليت ستوب للفلو ده ما ينفعش استخدم فيه لا اللي هو الفالفات اللي بتشتغل اون او اوف سيرفيس، او اشتغل التشيك فالف، ما ينفعش. في الحاله دي بنركب حاجه اسمها البلايند فلانجة، هوريها لكم شكلها برضو. بلايند فلانجة زي الطبه كده تتحط ما بين لو عندي فلانجتين، تو بير اوف فلانجز، احطها ان بتوين البلايند دي، تقفل لك الفلو على طول لغايه ما تصلح موضوع التسريب حوالين الفالف. او ان بنعمل بروكن عند المناطق اللي هو اليونيون جوينت او الفلانجات، تمام، بعمل بكسرها واقوم حط الطبه دي اللي هي اعمل بلاكد للمواسير باي طريقه ما، ان انا اقفلها بالطبه دي بشكل ان انا اوقف سير الفلو انسايد البايب، فامنع او اقلل الليكج خلال الفالفات. يبقى الليكج خلال الفالفات ده امر وارد متوقع، ممكن باي تايم يكون في الاول ما بيحصلش، لكن مع الـ باي تايم يعني لما بستهلك البايب لاين سيستم احتمال يحصل ليكج اراوند الفالف. لازم اكون عامله حسابي وعامله احتياطاتي ازاي اوقف الليكج ده اول ما يحصل. طب هنا بقى هوريكم بعض انواع الجوينتس. الرسومات دي مش عليك انا، بس بوريها لك عشان وانت بتذاكر تبقى فاهم، ولو رحت في المصنع تشوف الحاجات دي تبقى انت فاهم. دول اللي هما اليونيون، دول شكل اليونيون، شايفين اللي هو بيدخل البايب هنا وبيوصله، هي واصله ما بين تو بايبس خلاص، بوصلها، دي بنسميها اليونيون. طب في حاجه وصلات برضو اسمها ريتيرن، شايف البايب لاين اهو، عايز يعمل له ريتيرن بايب لاين اهو، بيوصل اليوتيوب دي بنسميها الريتيرن. طب في وصلات اسمها الالبو، اهو الالبو مثلا ده 90 ده 45، البو برضو واصله ما بين البايب لاين. وفي ريديوسينج البو، فاكرينه اللي اتكلمنا عليه في ريديوسينج في البروبلمز بتاعت البايبس، لما بخاف ان هو يحصل عندي سيباريشن او دايركت او سادن كونتراكشن او اكسبانشن للبايب لاين، فبوصل وصله ما بين التو بايبس، تعمل ريديوسينج، بنسميها ريديوسينج البو اهو، زي ريديوس الريديوسر trumpet shape والconical expander. الحاجات دي بتتركب علشان avoid separation of boundary layer، يعني انت هتركب pipeline بالقطر ده وبعدين pipeline بقطر تاني اصغر، وصل ما بينهم ازاي؟ استخدم reducing، ده شكل reducing elbow، او حاجة اسمها conical expander او conical reducer. طب هنا بقى شكل الفلانج، شايف دي الفلانجة، شايف دي، هيبص ودي بايب اهي ودي بايب اهي، هو بيوصل ما بين التو بايبس بفلانج. الفلانجة دي بقى بيبقى فيه هنا زي مسامير بتربط ما بين الفلانجة والتانية، يبقى فيه فلانجة مربوطة في البايب دي، والبير التاني من الفلانجة مربوطة في البايب التاني، بقفله هنا بالمسامير دي. في اوقات منها بيبقى ثريد، وفي اوقات منها بيبقى سكرو، وادي فلانجة اهي، شايف ده بيتركب هنا بايب لاين وهنا بايب لاين، وفي هنا بص ثيرد اوبننج، يعني ممكن يبقى في بايب لاين تاني خط سير ثالث، وممكن دي بعمل لها بقفلها بالطب عشان اخليها زي ما هنشوف دلوقتي البلايند فلانج. وادي شكل الفلانج اهي، شايف هنا مسامير سكرود اهي خلاص، ممكن تبقى ثريتد كمان، يعني الوصله ما بينها وبين البايب لاين يا اما بالثريتنج او بالسكرو او بالمسامير دي خلاص. ده بقى البلايند فلانج اللي قلنا عليها، شايف هو بيفك الفلانجة دي، يفك الرابط ما بين الاتنين دول، ويقوم حاطط على طول الطبة دي، شايف كده، ده ايه، قفل الفلو، حط الفلانجة دي وعامل حساب لو حصل مشكلة، ادي بنسميها البلايند فلانج اهي، مفيش خروج خلاص، الفلو لو ماشي كده حتى هيقف، هيتصدم بالبلايند فلانج مش هيقدر يكمل. يبقى دي من ضمن الحاجات اللي بنستخدمها عشان اعمل شاتنج داون للفلو
لو حصلت اي مشكله زي حصل تسريب في فالف مثلا، زي افترضنا دي، لو افترضنا مثلا ادي فالف اهي حصل فيها تسريب وحضرتك عايز تقفل، على طول بنركب حواليها وقريب منها البلايند فلانج عشان اقفل الفلو على طول. هنا برضو عايزه اوريكم السكرو جوينز، دي انواع السكرو جوينز بقى، سواء بقى هي البو ولا تي. ثواني نجيبها تاني، يلا ادي نجيب السكرو، الدنيا علقت معلش. ثواني عبال بس ما يفتح. الكمبيوتر اشتكى خلاص مش مستحمل. طيب بص بقى، ادي السكرو جوينز، شايف دي بنسميها السكرو اللي هي الالوز اللي هي الوصلات تبقى مقلوظه. يعني في بعض انواع السكرو جوينز، سواء بقى اني نوع بقى واخده حرف تي، واخده شكل مثلا الالبو اهو زي ما انت شايف، ادي الالبو اهو بس سكرو، وادي تي اهي شكل تي اهي تمام، ودي حاجه اسمها ريديوس تي اللي هي الالاوز، واليونيون ادي اليونيون اهو بانواعها بقى المختلفه. انت مطلوب منك بس، انت مش عايزك تحفظ اشكال، انا عايزك بس تبقى عارف عشان ما تقول يونيون يبقى انت متخيل اليونيون دي عباره عن ايه، اقول لك فلانجة يبقى انت متخيل الفلانجة دي عباره عن ايه، اقول لك سكرو او البلايند فلانجة تبقى انت برضو اوير بالسكرو او البلايند فلانجة زي ما اتفقنا. يبقى كده احنا تعرفنا على بعض الريكومنديشنز اللي بنستخدمها في الديزاين والانستليتنج بتاع البايب لاين. بنقولها تاني كده في السريع، ان انا لما بعمل انستليتنج للبايب لاين، بعمل لو عندي كذا بايب لاين يفضل ان يكون في بارل، ومعايا طبعا رايت انجل بلانس علشان اعمل عايز احوده وعايز انقله مكان لمكان، فالجوينز دي بتبقى موجوده. طيب ممكن يقابلني سيستم، اخلي بالي ان لو في السيستم بتاعي ممكن يحصل clocked يعني يتسد بواسطة بقى باي تايم، في سكيلينج في فاولينج بيتكون، بعمل ايه؟ بفتح لازم اعمل حسابي ان انا اني عندي اقدر افتح اللاينز ده عشان اقدر انظف البايبس الداخلي الانر وول يعني بتاع البايب لاين، وبالتالي اشيل السكيلز او الفاولينج اللي اتكون. فبرضه في بعض الأحيان عشان السكيلز والفاولينج دي بيفضل إن أنا أشيل، لو عندي يعني لو الفلويد معرض إن يحصل له سكيلينج أو فاولينج، بفضل إن أنا أشيل الإلبوس اللي موجودة، ما أحطش إلبو أصلا في الديزاين الأولاني، وأحط مكانها اليونيون أو الفلانجات. ليه؟ لأن ممكن يبقى فيها إكسترا أوبننج. إكسترا أوبننج بنعمل كلوزد ويز بلجز، يعني بيبقى فيه فتحة تالتة زي ما شفنا كده في الآخر، في حاجة بتبقى فيها تلات فتحات، الفتحة التالتة دي بقفلها بالبلجز خلاص، يبقى الفلويد بيعدي هي مقفوله. لما بيحصل انسداد للبايب لاين نتيجه تكون ترسبات، بقفل طبعا، بعمل شاتنج داون واقوم فاتحه الباب دي الفتحه دي، واقدر ادخل او اعمل سام واي يعني او سام هاو ان انا انظف البايب تمام. طيب برضو هنا انا مش عارف البتاع بيعلق ليه كده، خلاص احنا كده خلصنا الجزء بتاع الايه بتاع الريكومنديشن بتاعت البايب لاين، وان شاء الله من الاسبوع الجاي نبتدي نتكلم على البامبس والتايبس بتاعت البامبس. السلام عليكم.